الله يبارك فيكم. فاكرين يا كي جي 2 حرف اللام؟ النهارده هناخد حرف اللام مع مين؟ مع الاصوات الطويله، او ممكن نقول عليها اشكال المد. حد فاكر اغنيه اشكال المد؟ اشكال المد ثلاث اشكال، الف وواو ومد الياء. تاني هنقولها مره كمان، اشكال المد ثلاث اشكال، الف وواو ومد الياء. تعالوا نشوف حرف اللام مع ايه؟ مع اشكال المد. هو مين اشكال المد؟ عندي اول شكل حرف ايه؟ مد الالف. مد الالف كان مين اللي بيجي على طول صاحبه او بيجي قبله على طول؟ الفتحه. تعالوا نشوف، ادي مد الالف اهو، وهنجيب ايه معاه؟ الحرف بتاعنا اللي هو حرف اللام. هذه الفتحة. هو حرف اللام لوحده لما كان عليه الفتحة كان صوته ايه؟ لا. كان صوته ايه؟ لا. طب حرف اللام لما جه بعده مد الالف بقى صوته ايه؟ لا. ايه ده؟ شايفين الشكل ده؟ حاجة غريبة قوي. عارفين ده ايه؟ ده حرف اللام وراه مد الالف. الاول كان شكله كده اهو، لام فتحة عليها مد الف، عليها لام فتحة جت بعديها مد الالف، بقى شكلها كده يا كي جي 2. طبعا حرف الالف زعلت، قالت لا لا انا شكلي كده مش عاجبني خالص. قلنا لها طب احنا هنغير في شكلي، هيبقى حرف اللام فتحة عادي زي ما هو، عصاية طويلة مد ايديها على السطح، بس حرف الألف هنخش ايه جواها. شايفين بقى شكلها ايه؟ لام فتحة مد ألف. ماشي؟ زي ايه؟ عارفين زي ايه؟ موجودة في كلمة ملابس. كلمة ايه ملابس؟ هي ايه ملابس دي؟ اللي هي الهدوم، التيشيرت والبنطلون، حاجات كتيرة اسمها ملابس جمع. ما 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 اهي ميم فتحة. ما لا لا، سمعتوا ده صوت ايه؟ ده صوت طويل، صوت حرف اللام طويل. لام فتحة مد الف ملا، ادي لام فتحة جت مد الالف تعمل ايه؟ لا قالت لنا انا خلاص انا مش هكتب ايه لوحدي، انا بحب ايه احضن حرف اللام. ملا ب ب ب ب ب ملا بس، حرف السين. برافو. يبقى حرف اللام لوحده صوته لا، لما جه بعديه مد الالف بقى صوته لا، صوت طويل. طيب قلنا زي كلمة ايه؟ زي كلمة ملابس. طيب تاني مادة عندي قلنا اسمه ايه؟ مد الواو. مين صاحب مد الواو؟ برافو، الضمة. لازم الحرف اللي قبله يجي عليه الضمة. ادي حرف اللام اهو نجيب عليه الضمة. هو حرف اللام لوحده لما كان عليه الضمة، لام ضمة، صوته كان ايه؟ لو. صوته ايه؟ لو. بسرعة كده. أمال لما جت ايه وراها مد الواو بقى صوتها ايه؟ لو. صوتها ايه؟ لو. زي كلمة ايه؟ قلوب. قلوب هي ايه قلوب دي؟ قلب وقلب وقلب، جمعها قلوب. يلا نكتب كلمة قلوب مع بعض. ق ق ق، ده صوت حرف القاف. قو قو لو لو. ايه ده؟ انا سمعت صوت حرف اللام مضمومه عليها ضمه وايه طويله، لام ضمه مد الواو. قلوب ب اخرها ب. ماشي؟ يبقى حرف اللام لما جت عليها الضمه لوحدها صوتها لو، لما جت ايه بعديها مد الواو بقت لام ضمه مد واو صوتها لو. طيب مد الياء. مد الياء معايا على طول ايه؟ او يبقى على طول قبليه الكسره. طب حرف اللام لما جت تحتيه الكسره صوته ايه؟ لي. صوته ايه؟ لي. طيب لما الكسره جت وراه بقى مد الايه؟ مد
مد الياء بقت لام، كسرة مد ياء صوت طويل، اسمها ايه؟ ليه. اسمها ايه؟ ليه. طيب زي كلمة ايه يا كيجي تو؟ زي كلمة حليب. ايه هو الحليب؟ اللي هو اللبن اللي بنشربه، حليب. يلا نكتب مع بعض كلمة حليب. ح ح ح ح عليها فتحة، ح لي لي لام كسرة مد الياء، حليب. ب ب ب ده صوت حرف الباء. خلاص يبقى احنا خدنا حرف اللام، قلنا ايه مع اشكال المد؟ قلنا اللام لوحده، لام فتحة لوحده صوته لا، لما جت وراها مد الالف بقى صوته لا. لام ضمة لوحده صوت قصير لو، مع الأصوات الطويلة لو، إيه مع مد الواو. لام كسرة لي، مع مد الياء بقى صوته لي. قلنا لام فتحة مد ألف زي كلمة ملابس. مين شاطر يطلع لي المد هنا؟ أيوة أهو أهو يا مس ندى، مد الألف أهو، بس هو إيه؟ حرف اللام حضن ايه؟ حرف الالف لما جه ايه وراها. طيب قلنا لام ضمه مد واو لو، زي كلمه قلوب. فين هنا مد؟ فين المد؟ اهو مد الواو. طيب قلنا لام كسره مد ياء زي كلمه حليب. فين المد؟ اهو مد الياء. خلاص هي كي جي تو كده، يبقى خلصنا ايه المد مع حرف اللام. طيب بسرعه كده عايزه احلل الكلمات الجميله بتاعتنا دي. دي كلمه ملابس، يلا نحللها. يعني ايه حلل؟ بفكك كل حرف وارجعه لبيته. اوله حرف الميم، هاخد الميم زي ما هو مكتوب في الكلمه بالظبط وارجعه لبيته. ما لا 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 ده صوت حرف اللام اهو، قبله ايه؟ بيمد ايديه، وادي اللام وهيمد ايديه يمسك الحرف اللي بعده. ملا لا ادي مد الالف. ملا ب ب ب ده حرف الباء. ملابس، هاخد حرف السين زي ما هو يرجع ايه بيته. طيب دي كلمه قلوب، عايزه احللها. القاف هتروح بيتها، ادي قاف. قو لو 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 اللام هتروح بيتها. قلوب، ادي مد الواو هيروح بيته، والايه والباء قلوب. كلمه حليب، ح ح ح ادي الحاء هيروح بيته. اللام اهو بيمد ايديه اللي قبله واللي بعده. ومد الياء هيروح بيته، واخر حاجه حرف الباء هيروح ايه بيته. كده تيجي تو انا خلصت حرف اللام، وخدنا ايه النهارده؟ حرف اللام بايه؟ باشكال المد، وحللنا الكلمات بتاعته. اشوفكم ان شاء الله مع حرف جديد من حروف اللغه العربيه. باي باي يا تيجي تو.